الأسئلة 29 هي أسئلة اللي كتحط في جميع الامتحانات الجهوية باك عادي أو حر، واللي من خلالهم كتكونوا مطالبين تعطيوا الرأي ديالكم حول فكرة تصرف شخصية أو ظاهرة اللي كاينة في نص ديال الامتحان. وهذا الرأي هذا ولا بد يكون مدعم بحجج، الشيء اللي كيكون صعيب على التلاميذ. فالطريقة الأولى اللي غادي تساعدكم على الإجابة هي تكونوا خادمين بزاف لابخوديكسيون إكخيت، لأن داك لي زارغيمون تقدروا توظفوهم في الإجابة. الطريقة الثانية هي تعرف الشخصيات الرئيسية، العلاقة بينتهم، الأحداث الرئيسية، الأسباب والنتائج اللي كتأدي لتطور القصة، مع شوية ديال الفرنسية والتدرب على الامتحان، أمر اللي هو مهم مع التصحيح، يعني تشوفوا التصحيح ديال داك الامتحانات، فغادي تكونوا من خلالهم باجاج وأفكار اللي غادي يعاونوكم أكيد. والأهم من هادشي كامل وباش يتحسب الجواب صحيح خاصو يحترم بعض المعايير. المعيار الأول هو أنكم تستعملوا عبارة ديال الرأي، مثلا pour moi personnellement، تزيدوا حداها un verbe d'opinion، une expression d'opinion، مثلا je pense que، je suis d'accord، باش هكذا كتعبروا على الموقف ديالكم، وتزيدوا parce que أو car باش تعطيوا التعليل، وفي داك التعليل غادي تقدموا الحجة المناسبة. وأنا بدوري غادي نعاونكم وغادي نعطيكم مجموعة النماذج وكذلك مجموعة ديال العبارات اللي غادي يعاونوكم باش تضمنوا جوج نقاط في الامتحان الجهوي.